كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة العيد وكحك العيد، ما زلنا نثبت بالدليل القاطع أننا بالفعل أحفاد الفراعنة في كل العادات والتقاليد. وبمناسبة العيد وكحك العيد، هنثبت لكم في حلقة النهاردة أن حتى التفصيلة دي كان المصري القديم للبصمة العليا فيها، لدرجة أن كتير من الأسر المصرية يقول لك أن كحك العيد أو العيد من غير كحك العيد ما يبقاش عيد. فلو أنت بقى بتشوفنا على فيسبوك ومهتم تعرف أصل حكاية الكحك، يا ريت تعمل لايك وشير للحلقة، ولو انت بتشوفنا على يوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، ويلا نشوف اصل الحكايه في بدايه الخيط. كل اللي هنعمله في حلقتنا النهارده ان احنا هنعمل فلاش باك كده بالذاكره التاريخيه، وهنرجع الى ما يقرب من 4000 سنه تحديدا في بعض برديات ونقوش عصر بناه الاهرامات في فتره الدوله القديمه. كان زوجات الملك خوفو بيقدمون ما يسمى بالكحك الى الكهنه المكلفين بحمايه هرم الملك خوفو يوم تعامد اشعه الشمس على حجره الملك خوفو. والجميل في الوقت ده ان كان الخبازين في البلاد الفرعوني يتفننون في طريق الصنع، وعملوا بعض الاشكال المتنوعه، عملوا شكل مستدير ومستطيل ولولبي ومخروطي. ومن ضمن مكونات صنع الكحك في وقتها كانوا بيستخدموا العسل الابيض. ولما نيجي نركز في نقوش مقابر الطيبه ومنفو، من بينهم مقبره الوزير رقم رع في عصر الدوله الحديثه، هنلاقي شرح تفصيلي للمشهد باكمله من حيث طريقه الصنع والمكونات. وبالمناسبه المكونات ما اختلفتش لحد النهارده. ومن ضمن اشهر الاقاويل في طريقه صنع كحك العيد ان المؤرخ الشهير هيرودوت اثناء زيارته لمصر في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد كان مستغرب جدا من طريقه صنع المصريين، ان هم كانوا بيعملوا عجينه كحك العيد برجليهم في حين ان هم كانوا بيمزجوا طينه الفخار بايديهم. والشيء المتوارث من الفراعنه لحد النهارده في الريف المصري ان الفراعنه كانوا بيزوروا المقابر في فتره الاعياد، وكانوا بيقدموا ما يسمى بالكحك على شكل قرص الشمس اللي بتشبه تميمه الاله ست اللي كانت بتخفف عن الموتى في العالم الاخر. والمتعارف عليها لحد النهارده في الارياف، لما نلاقي مجموعه من اهالينا لما بيزوروا المقابر في فتره الاعياد يقول لك احنا هنوزع قرص رحمه ونور للمتوفى، وده كان بيسمى بطقس طلعه القرافه. بصوا بقى، بصراحة أنا وقفت تصوير وقلت أروح أحلق كده عشان أجي أعيد عليكم. وبمناسبة العيد كل سنة وحضراتكم طيبين، يا ريت بقى أنتوا كمان تعيدوا علينا بأنكم تنزلوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتسكرول في القناة بتاعتنا وتشوف فيديوهاتنا، عاملين حاجات إن شاء الله تنال إعجابكم علشان كمان تقدروا تشوفوا حلقاتنا اللي جاية إن شاء الله. يلا نكمل بقية محتوى حلقتنا النهاردة. نمشي بالمشهد بعد كده، هنلاقي صناعة كحك العيد تطورت من العصر الفرعوني، انتقلت الى العصر الاسلامي تحديدا في عصر الدوله الطولونيه، لكنها ازدهرت في عصر الدوله الفاطميه لدرجه انهم انشاوا ديوانا معني بكحك العيد واطلقوا عليه ما يسمى بدار الفطر. اما بقى في عهد المماليك فكان الامراء بيوزعوا كحك العيد على الفقراء، وكانوا بيعتبروها صلاه خاصه من مدرسه الاميره تتر الحجازيه بحي الجماليه وسط القاهره. وبسبب رواج صناعه كحك العيد في عهد المماليك فتحوا له سوق خاص بيه واطلقوا عليه سوق الحلاوبن، وكان موقعه داخل باب زويله في وسط القاهره، وكانت المحلات بتاعته بتعرض اجود اصناف كحك العيد تحديدا في العشر الاواخر من شهر رمضان. والجميل بقى ان متحف الفن الاسلامي بيحتوي على مجموعه لهذه القوالب الخاصه بكحك العيد، ومكتوب عليها او مدون عليها مجموعه من العبارات زي كل هنيا وكل واشكر. اتمنى ان انتوا تزوروا متحف الفن الاسلامي وتتفرجوا على المعروضات الخاصه او بعض هذه النماذج وتتصوروا معها كمان. وفي النهايه هيفضل ميراث اجدادنا المصريين القدماء في كل العادات والتقاليد، وزي ما شفنا في حلقتنا النهارده صناعه كحك العيد من حيث طريقه الصنع والمكونات فضلت من ايام الفراعنه لحد وقتنا الحالي رغم التطور التكنولوجي اللي احنا وصلنا له. كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد على حضراتكم جميعا، واتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم وفادتكم، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم بدايه الخير. وما تنسوش تبصوا على مصادر حلقتنا تحت في الديسكربشن. يومكم سعيد.